إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش في هذه الجولة الصباحية في أهم شوارع المدينة. الجو بارد والأجواء مثيرة بطبيعة الحال. تحية طيبة، تحية عطرة للجميع سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام بطبيعة الحال، لأن هذه الأجواء الباردة والمثيرة شوارع المدينة صباح اليوم الخميس. عبد الرحمن صباح النور، تحياتي لك ومرحبا بك. لدينا هذه الأجواء الجميلة والمثيرة والباردة بطبيعة الحال شوارع مدينة العرائش. مصطفى تحياتي لك، مرحبا بك، الله يكبر بك. مرحبا بكم في الجولة الصباحية عبر شوارع وأزقة مدينة العرائش. نشوفوا الأجواء الباردة والمثيرة بطبيعة الحال، هذه الأجواء الباردة والمثيرة. صباح النور، مين؟ صباح النور، صباح الورد اختي، مرحبا بك ولا خي، ما عرفتش بالضبط. مرحبا بكم في الجولة الصباحية مباشرة من مدينة العرائش. حميد وعليكم السلام، تحياتي لك خويا حميد، الله يكبر بك.
مدينة العريش خرحامي بطبيعة الحال. نديرو بكم جولة في مدينة العريش في هذه الجولة الصباحية، شوفوا الأجواء الجميلة والمثيرة بطبيعة الحال بشوارع المدينة. تحياتي لك أخويا، مرحبا بك. تن مباشرة من حي الوفاء، تعتبر حي الوفاء من بين أكبر الأحياء بمدينة العرائش، الكثافة السكانية المساحة ديالو بطبيعة الحال.